بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنبدأ أول دروس الفصل السابع بعنوان القوة، وهندرس في الفصل ضويتي الحركة، وهندرس السرعة والتسارع، وهندرس الاحتكاك والجاذبية والفرق بين القوى المتزنة والقوى الغير متزنة. طيب أول درس عندنا في هذه الوحدة بعنوان القوة والحركة. الهدف طبعا من الدرس ان احنا نتعرف على كيف تنشأ الحركة وما السبب في حدوث الحركة، وازاي انا اتعرف اذا كان الجسم دوت بيتحرك ام لا. طيب بتحدث الحركة حينما يتغير موقع الجسم بالنسبة لجسم اخر او بالنسبة لنقطة مرجعية. طيب لو جينا مثلا اخذنا جسمي والسبورة، انا الحين واقف في وسط السبورة، لو جيت تحركت ناحية اليمين كده انا واقف على يمين السبورة. طيب كده تغير موقعي بالنسبة للسبورة، يبقى كده حدثت الحركة. حدثت ايه؟ الحركة. طيب لازم علشان اعين الحركة لازم احدد موقع الجسم، ولازم يكون عندي نقطة مرجعية. نقطة ايه؟ مرجعية ابدأ ان انا ارجع بيها او ارجع اليها علشان اعين الحركة بتاعتي. طيب اعرف ان الاشياء بتتحرك لما تتغير موقع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة. طيب مثال، لو انا اركب الحين سيارة وفي سيارة تانية بتتحرك جنبي، لو احنا الاثنين بنتحرك بنفس السرعة مش هقدر ان انا احدد حركة السيارتين. ليه؟ لان احنا الاثنين بنتحرك بنفس السرعة. او لو احنا الاثنين راكبين في سيارة واحدة واحد الاشخاص جالس جنبي، لو انا جيت طلعت ليه مش عين الحركة بتاعته. طيب ازاي عين الحركة؟ عين الحركة بالنسبة لنقطة مرجعية. لو انا جيت مثلا طلعت من الطاقة هبص الاقي ان الاشياء بتتحرك او السيارة بتتحرك، هذا دليل طبعا على الحركة. طيب الموقع، طبعا تعريف الموقع هو المكان الموجود فيه الجسم او هو مكان وجود الجسم. طبعا بتختلف الحركة من صورة الى صورة اخرى. طيب نبدأ بقى نتعرف على مفهوم جديد الا وهو السرعة. المقصود بالسرعة هو المسافة اللي بيتحركها الجسم خلال وحدة الزمن، المسافة اللي بيتحركها الجسم خلال وحدة الزمن، وبتختلف السرعة باختلاف حركة الأجسام. فمثلا لو جينا أخذنا السيارة، السيارة بتتحرك بسرعات مختلفة، ممكن أمشي بسرعة 5 كيلو في الساعة، ممكن أمشي بسرعة 10، ممكن أمشي بسرعة 20، 50، 100، 150، 120، طبعا بتختلف. طيب بتختلف بناء على حاجتين، أول حاجة المسافة اللي بيقطعها الجسم، تاني حاجة الزمن اللي بيستغرقه الجسم. فمثلا لو أنا جيت تحركت مسافة 20 متر خلال مثلا زمن 2 سنة، يبقى السرعة بتاعتي دلوقتي كم؟ أقسم 20 على 2 يبقى 10 متر لكل سنة. طيب لو أنا قطعت المسافة دياتي بس في 10 ثواني يبقى السرعة بتاعتي 2 متر في الثانية. طيب لو أنا قطعتها في 20 سنة يبقى السرعة بتاعتي 1 متر في الثانية. يبقى بتختلف السرعة باختلاف المسافة وباختلاف الزمن، وهم دول المتغيرين اللي بيحددوا لي السرعة. طيب طبعا أنا عندي السرعة زي ما احنا قلنا بتختلف، فمثلا عندي سرعة الحصان يختلف مثلا عن سرعة الفهد، يختلف مثلا عن سرعة الزرافة، يختلف عن سرعة السلحفاة. طيب هل القوة تسبب الحركة؟ أي جسم علشان يتحرك لازم يكون فيه قوة تؤثر عليه، وتعريف القوة يا شباب هي عبارة عن دفع أو سحب. الدفع والسحب هما الاثنين بيأثروا في الجسم ويسببوا الحركة. ما في جسم ثابت ما أثرتش عليه، ثابت يتحرك إلا إذا أثرت عليه قوة. يعني مثلا أنا عندي لو جيت أخذت مثلا الطاولة أو مثلا عندي السبورة، السبورة ما تتحرك من مكانها إلا إذا أنا أثرت عليها بقوة غيرت من حالتها وسببت الحركة. يبقى لازم علشان تحدث الحركة لازم يكون فيه قوة، والقوة دياتي يا شباب نوعين، إما أن هي تكون قوة متزنة أو قوة غير متزنة. والقوة المتزنة هي القوة التي تؤثر في اتجاهين متضادين ويكون لها نفس المقدار فمش بتسبب حركة. أما القوة الغير متزنة وهي ديت اللي بتسبب حركة بيكون في قوة أكبر من التانية فبتقدر إن هي إيه؟ تسبب الحركة. طيب إيه المقصود بالتسارع؟ التسارع هو مقدار التغير في السرعة سواء بالزيادة أو بالنقصان. مثال، أنا الحين راكب السيارة دعست بنزين، لما بدعس بنزين بتتغير السرعة بتزيد،
هل ذلك يعتبر تسارع؟ نعم، لأن تغيرت السرعة بالزيادة. طيب أنا الحين أبغى أوقف ودعست على الفرامل، السيارة تباطأت السرعة بتاعتها، هل ذلك يعتبر تسارع؟ نعم، لأن السرعة تغيرت قلت السرعة بتاعتها. وذلك عندنا نوعين من أنواع التسارع هندرسهم إن شاء الله في المرحلة المتوسطة، اللي هو التسارع الموجب والتسارع السهل. طيب المقصود بالكسور، إيه معنى الكسور؟ أي جسم موجود سواء كان ساكن أو كان بيتحرك يبغى يحتفظ بالحالة بتاعته من الحركة ومن السكون. إيه معنى الكلام ده؟ ودويتي اصلا اثبته عالم اللي هو العالم نيوتن في قانون الاول، اللي هو في القانون الثاني يبقى الجسم الساكن ساكن ويبقى الجسم المتحرك متحرك. القانون الاول يبقى الجسم الساكن ساكن والمتحرك متحرك ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته. طيب والدليل على ذلك ان انت مثلا لو انت بتجري في الملعب وجي احد الاشخاص حط رجله امامك بتطيح على وجهك، السبب ايه؟ السبب في ذلك ان الجسم يبغى يحتفظ بحالته من الحركه، فعلشان كده اول ما جسم اخر يوقفه كتله الجسم بتبقى للامام، بتندفع للامام فيحصل عدم توازن فتطيح. طيب وكذلك لو جينا اخذنا مثال، لو احنا وضعنا ورقه وضعنا مثلا عليها قلم وسحبنا الورقه بسرعه، القلم ما يتحرك ويفضل مكانه، وهذا هو تعريف القصور الذاتي اللي هو احتفاظ الجسم بحالته من الحركه والسكون. في عندي قوه، القوه هذه تعيق حركه الاجسام، ألا وهي قوة الاحتكاك. قوة الايه؟ الاحتكاك. قوة الاحتكاك لو جينا أخذنا مثال، لو أنت جيت وضعت يدك كده وابتديت أن أنت تحرك يدك، في احتكاك ما بين اليد وما بين ايه؟ الجدار. هذه طبعا بتعيق الحركة، بخلافا طبعا لو أنت حركت يدك كده الحركة هنا بتكون أسهل. وبتختلف قوة الاحتكاك باختلاف السطح الملامس لها، كل ما بيكون السطح خشن كل ما بتكون قوة الاحتكاك ايه؟ أكبر. طيب الجاذبية، ايه المقصود بالجاذبية؟ الجاذبية هي عبارة عن نوع من انواع القوة، وهي قوة جذب الارض للاجسام، والقوة دي بتنشأ ما بين الاجسام بعضها ببعض، وبتنشأ ما بين الاجسام ناحية الارض لان الارض بتمتاز بخاصية الجاذبية. والجاذبية يا شباب من ضمن القوة التي ليس لها نطاق، يعني بتظهر في نطاق واسع، يعني مش بشرط ان هو يكون الجسم متلامسين. يعني مثلا الحين انا لو جيت تركت القلم بيسقط ناحيه الارض، ما في تلامس ما بينه وما بين الارض، بس هنا في حاجه اسمها المجال اللي هو مجال الجاذبيه، وهو المنطقه التي تظهر فيها قوه الجاذبيه. طبعا اللي اكتشف الجاذبيه عالم اسمه نيوتن اثناء جلوسه تحت شجره التفاح، وسقطت التفاحه ومن هنا اكتشف الجاذبيه وابتكر اللي هي قوانين نيوتن الثلاثه. طيب كيف تؤثر القوة في الحركة؟ كلما طبعا زادت القوة زادت الحركة. طيب هل تستطيع القوة أن تغير من حركة الجسم؟ نعم، الجسم لو بيتحرك أنا جيت أثرت عليه بقوة أخرى، لو أنا أثرت عليه بقوة في الاتجاه الموجب بتزيد الحركة بتاعته، لو أنا جيت أثرت عليه بقوة في الاتجاه السالب أقدر أن أنا أوقف. الحين لو أحد بيتحرك وأنت وضعت يدك أمامه كده استطيع أن أنت توقف، صح ولا لا؟ كذلك لو هو ثابت وانت جيت دفيته هتقدر ان انت برضو تحرك. طيب مثال طبعا اخر، ان انت مثلا الكرة لما تيجي تدفها اثرت عليها بقوة تتحرك، كذلك لو هي بتتحرك وانت وضعت رجلك عليها وابتديت ان انت توقفها كده انت غيرت من حالتها من الحركة والسكون. القوة المتزنة والغير متزنة هنتعرف عليها ان شاء الله في الدرس اللي جاي، ناخد بس فكرة بسيطة عنها. القوة المتزنة هي القوة اللي بتكون في اتجاهين مختلفين ويكون قوة كل واحد منهم متساوية. طيب مثلا لو ده قوته بنفس القوة ده، هل أحد منهم هيقدر يسحب الآخر؟ بالطبع لا. هذه القوة بنسميها قوة متزنة. قوة إيه؟ متزنة. المحصلة بتاعتها بتكون صفر، بتكون إيه؟ صفر. طيب أما القوة الغير متزنة فهي قوة هي اللي بتسبب الحركة وبتكون المحصلة بتاعتها لا تساوي الصفر، لا تساوي إيه؟ الصفر. عندي الوزن، ايه المقصود بالوزن؟ الوزن هو عبارة عن قوة. طيب الوزن في النظام المتري طبعا بيقاس بوحدة النيوتن، وحدة النيوتن ديت هي من وحدات القوة، والوزن هو مقدار جذب الارض للاجسام، قوة جذب الارض لايه؟ للاجسام. طبعا الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، والوزن دويتي احنا بنعتبره قوة لان بيأثر في اتجاه وبيكون ليه خصائص القوة. طيب
بكده يبقى اتعرفنا على الوزن، على الاحتكاك، على الجاذبية. هنبدأ نتعرف على القوة والتصارع. زي ما القوة بتؤثر في الحركة وتسبب الحركة، كذلك القوة تسبب تغير في التصارع. ازاي؟ لو جسم بيتحرك وانت جيت دفيته في نفس حركته هتزيد السرعه بتاعته، صح ولا لا؟ يبقى هيتغير التسارع. كذلك لو جسم بيتحرك وانت جيت وضعت يدك امامه هتقدر ان انت تغير او تبطئ من سرعه الجسم ده. يبقى القوه بتؤثر في التسارع. القوه بتؤثر في ايه؟ التسارع. طبعا هنا نبدا ناخد اول سؤال عندنا في تدريبات الدرس، بيقول لي اي قوه مما يلي مسؤول عن تسارع السقوط الحر؟ المسؤول عن تسارع السقوط الحر، طبعا لو انا جيت طرقت هنا القلم، اللي مسؤول عن التسارع يعني السرعه اللي بتنتج دياتي، طبعا هي قوه الجاذبيه. قوه مين؟ الجاذبيه. طيب سؤال اخر بيقول لي ما القوة المسؤولة عن توقف حركة الأجسام؟ إيه القوة اللي بتعيق الحركة وتسبب توقف الأجسام؟ أنا الحين المفروض طبقا لقوانين نيوتن، لقانون نيوتن الأول، أنا لو جيت ضربت كرة برجلي المفروض إن الكرة دياتي بالنسبة للقصور الذاتي إن هي تفضل تتحرك وما تتوقف أبدا. إيه اللي بيسبب توقف الكرة؟ اللي بيسبب توقف الكرة هو قوة الاحتكاك اللي بيكون ما بين الأرض وما بين مين؟ الكرة. لأن قوة الاحتكاك احنا قلنا هي قوة بتعيق الحركة، لما تعيق الحركة هتسبب توقف للأجسام. كده يبقى انتهينا من الدرس الأول، وانتظركم إن شاء الله في الدرس الثاني.